إذا معنا في هذا الحوار سيادة اللواء أشرف أمين المتخصص في الشؤون الأمنية. برحب بحضرتك يا فندم وتشريفك لينا. استعدادات للانتخابات من كافة الأصعدة، سواء استعدادات للناخبين، استعداد للمرشحين أو من قبلوا في نزول هذه الانتخابات، وأيضا استعدادات أمنية متوازية. وربما المرحلة الأولى في الانتخاب أصبحنا قريبين منها بشكل كبير. كيف ترى هذه الاستعدادات وأي تقييم بترى في هذه المرحلة؟ أولا يعني أنا سعيد أن أنا بلتقي بيكم فعلا في قناة أنا بحترمها جدا، لها يعني واقع في داخلي بلا شك. فأنا بقالي فترة يمكن بعيد عن الإعلام، لكن طبعا لقرب المرحلة الانتخابية أو الاستحقاق الثالث بالذات لا قلنا لابد ان احنا بقدر الامكان ندي رسائل معينة للشعب المصري حتى نستطيع ان احنا نطمنه من ناحية التأمين، او نلقي الضوء على بعض الامور اللي ممكن توضح جانب مهم جدا بالذات الجوانب الامنية. ثانيا انا طبعا بلا شك زي اي مواطن في مصر اشعر بما يدور يعني في مصر من امور خاصه بتوقعات معينه، بحاله اعجاب او حاله نفور بالنسبه للمجلس القادم يعني. واكم من الناس طبعا بلا شك عندهم تحفظات معينه على المجلس القادم. وعلشان حتى لا اطيل في هذا الموضوع، لكن يمكن في السياق في بعض الاسئله اللي هتطرح عليا وارد جدا ان احنا نتجه لتفصيله معينه خاصه بالتركيبه اللي هي القادمه في هذا المجلس. الاستحقاق الثالث ده موضوع مهم جدا ان احنا نمر منه حتى يكون شكلنا امام العالم ككل يعني واضح ان احنا في خارطه هنمر بيها هنكملها ايا كان هذا الشكل. لكن انا معلش هقول يعني بين قوسين وارجو ما حدش يعني يؤخذ عليا في هذا الكلام، شر لابد منه، هنخليها بالمسمى ده اللي هو يخصني انا، ما ممكن ما يخص الكثيرون لكن انا يهمني انا اقول هذا الراي يعني. لابد يبقى عندنا مجلس نيابي، لابد يكون عندنا اعضاء فيه يكونوا فاعلين بقدر الامكان. وارد جدا جدا لنا تحفظات او انا من الناحية الامنية في تحفظات معينة، وخاصة احنا احيانا لا نعلم ببعض الامور المستقبلية الا ان تقع. طب حضرتك كده بتاخدنا لمساحة من التحليل السياسي شوية، ليه شايفه شر البرلمان القادم؟ والله هقول لسيادتك حاجة، هل اكمل الاول الناحيه الامنيه ولا اخش على السؤال ده؟ انا معجب قوي بدي. طالما حضرتك اثرت النقطه دي هقول لسيادتك ليه. هقول لسيادتك ليه. احنا ما اعتقدش ان احنا وصلنا لدرجه النضج الكامل جدا في الديمقراطيه الحره المنضبطه اللي هي ممكن تنشئ عندي افراد بالقدرات او بالكفاءات المعينه اللي انا محتاجهم ان هم يعني يتعاملوا معايا في الرقابة على الحكومة وإنشاء قوانين وفي مرحلة انتقالية قوية جدا. ما اعتقدش ان احنا عندنا، ما زلنا نلعب بالمحترفين القدماء يعني. انا النهاردة لما اجي اكون فريق كورة، لا اما هجيب الناشئين وابتدي اطلع بيهم، لا اما هختار محترفين صندوق، وده اللي بيتم اعتقد يعني. مين محترفين الصندوق من وجهة نظرك؟ لا اسماء انا مش لاقي، لا مش اسماء، شرايح. لا يعني ما انا هقول لسيادتك حاجة، انا النهاردة لما تيجي تقول لي مين هم المحترفين اقول لك بتوع الحزب الوطني، لما تيجي نتكلم بقى بالمنطق، لما تيجي تكلمني مين المحترف اقول لك الاخوان. ما انا الاحتراف في قدرته على الحشد والتعبئة، الذي يعمل بالتيار الاسلامي وارد جدا عنده قدرة، العصبيات المعينة زي قبائل معينة واسر ما عندها قدرة. انا بشتري محترف بقى، فرق كبير جدا من اني اتقدم كمتطوع بشكل او اخر. وعلى فكره علشان يبقى كلامنا منضبط، انا لا اعمم يعني، خلي بالنا ان احنا ان انا بلا شك ان انا بتحدث عن ممكن يكونوا قله، لكن يعني مش عايز اخش في ان انا اخبط كتير يعني. احنا بنتحدث عن محترفي جذب الاصوات، لكن مش بنتكلم عن محترفين لمجلس يقود للأسف. لا خالص للاسف يعني. وانا هو هقول لسيادتك حاجه، المعادله الصعبه صح جدا بقى، فرق كبير جدا ده، اعتقد فرق 180 درجه العكس.
محترف الانتخابات ده راجل بيجي ينام في المجلس، خلي بالك مش شرط هو محترف ازاي يجيب اصوات. وانا ضد جدا قصه ان هو ابن الدايره، يعني عايز يعمل مجهود مع الدايره. اللي بيعمل مجهود مع الدايره ده يا اخوانا ده راجل بيعملها علشان الاصوات فيما بعد، وده محترف. لكن الدايره الاهم هي دايره مصر، يعني اللي كل اللي يجي يحاول يعمل حاجه اللي هو يحاول يجيب موافقات من وزير علشان حد في دايرته، ده غلط كبير. طب ما تخلي الناس زي ما هي جربت في عهد الاخوان ومسكت النار بايديها برضه تمر بالتجربه، يعني تنتخب البرلمان وتشوف أنا البرلمان. انا موافق الاتجاه ده، بقول لك انا لابد ان احنا نتجاوز هذه المرحله وهنخش نشوفها. بل بالعكس وارد جدا البرلمان ده يوضح لنا بعض الشخصيات اللي كانت مش موجوده تحت المنظار او مش متشافه ليهم اتجاهات معينه، هيبانوا اكتر. طيب ودي مهمه جدا برضو، يعني من النواحي الامنيه. انا كنت حتى على اتصال يمكن من يومين، لان كان في بعض العناصر التي تتقدم لهذا العمل التطوعي وصرف مبالغ كبيره جدا جدا، فكان في بعض اشخاص باسمها او بعينها كنت ابحث عن ايه الفكره اللي هم متقدمين يعني بيها. ففوجئت ان حجم التمويل مرصود، يعني لا النهارده اقدر اراهن على ان في ناس بتتمول بطريقه برضو يعني تبعث القلق. يعني عايز تقول مرصود من مين؟ من جهات امنيه؟ بشكل طبعا وعارفه طبعا. طيب طبعا. شكل التدخل هيكون ازاي عقب هذا الرصد؟ بص يا ستك حاجه، التمويل ده قضيه واللجنه العليا للانتخابات ده قضيه ثانيه. احنا لا نتدخل، الامن لا يتدخل في الامور الخاصه باللجنه. اللجنه معنيه بالمساله دي في المحكمه، هي معنيه لكن هذا الرصد على فكره عشان تبقى سيادتك في صوره لا يبحث في وقته، لكن لابد ان تكتمل المعلومات. انا مش براهن على معلومه انا عارفها، لكن هو بلا شك في بعض الدلالات اللي بتدي لاي انسان حتى بسيط جدا ان يحس ان في حاجه. لما انا افاجئ ان في حجم دعايه رهيبه جدا، طب بأمرت ايه؟ ليه؟ ما احنا قاعدين نتكلم ليه؟ طب نتكلم بشكل ايه المكسب الذي يعود على حزب بذاته في ان هو يتم الصرف بهذه الكيفيه؟ انا يعني طب ايه اللي في ايد الجهه الامنيه ان هي تتقدم بيه للجنه العليا؟ يعني هقول لسيادتك حاجه، لو الجهات الامنيه في اي نوع من التمويل غير انا معاك الشرعي او المشروع، انا معاك بس بلاش ما تزقونيش قوي، يعني بلاش تزنوني. حضرتك مش عايز تجاوب عليه؟ لا مش هجاوب، لا انا الاجابه بسيطه جدا جدا. انا خلينا اتحدث على اني انا مش صاحب سلطه لكن صاحب معلومه وارد توصل لي بطريقه صحيح اخرى، صاحب خبره، او انا خبرتي لازم اترجم بعض الامور. انا مش حضرتك دلوقتي بتقدم قراءه لما هو متوقع. ايوه انا هقول ازاي سيادتك ازاي. يعني اتخيل الراجل الترزي ده بيبص على كل واحد دجلته مظبوطه ازاي. انا بالنسبه لي كامن انا بنظر لبعض الامور المستغربه، يعني انا ما بيني وبين انا برضو مش قصه يعني فوبيا عندي، لكن انا استشعر ان حكايه الجذب والشد في قصص ان مين هيصرف على مين، وزي الناس اللي هم بينتقلوا في مواسم في موسم الرياضي هدفع له مبلغ قد كده علشان اجيبه الحزب المصير الاحرار او اخده الحزب الاخر، لا طب ما دي دلالات على ان في حاجه غلط. يعني خلينا نتكلم بالمنطق البسيط جدا بتاع اي حد رجل في الشارع. خلاصه هذه النقطه انه المال السياسي هيلعب دور مهم جدا في الانتخابات الجايه بلا شك، وانا اراهن عليها كمان. طالما احنا وصلنا في حديثنا لتركيبه الانتخاب البرلمان اللي جاي واجلنا شويه الملف الامني، هناك تخوف ايضا انه في كوادر من الجيل الثاني او الثالث من تنظيم الاخوان الارهابي هتدخل. اكيد هل الامن منتبه لهذه الكوادر ولا كونها نافع؟ هقول لسيادتك حاجه، ولا كونها نافع في يعني الدرجه الثانيه او الثالثه؟ لا 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 اطلاقا. انا 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 حتى يمكن كنت اتحدث في هذا الجزئيه. احنا نعلم تمام العلم ان لابد هيكون تواجد للتيار الاسلامي، ما احنا او التيار الديني ما السياسي. اوكي ايوه، بس هو اللي في الواجهه دلوقتي حزب النور. يعني ما تتكلم، ما هو انا بقى بص اقول لك حاجه، لما تقول حزب النور من اجمل ما يمكن انه واضح. خلينا نتكلم بقى كلام المنطق، لكن المتحور بشخصيه اخرى وتقدم بشكل اخر ثم يكون له اللي هم النائمه يعتبر المجموعه النائمه او السريه او الخلايا النائمه، زي انا راح مني اللفظ فعلا، الخلايا النائمه دي تظهر بشكل اخر. لما انا جينا قلنا ان الاخوان هتحوروا بشكل او اخر بطلع عشان ينشئ جيل اخر، ده الكلام ده مش محتاج استفتاء. يعني تبقى المعلومات اللي عند حضرتك في نسبه كبيره جدا من الاخوان مرشحين نفسهم في الانتخابات بلا شك. وانا برضو طب ما هنا معلش سامحني، طب ازاي اللجنه العليا للانتخابات وافقت على قبولهم؟
ما هو مش داخل اخوان. هو انا اقدر اعرف النوايا؟ لا ما هو مش لكن مسمى احنا اخوان. نعرف ما هو برضه خلي بالك هو مش مسمى اخوان، لكن طبقا لتاكيد حضرتك ان الاجهزه الامنيه المعنيه عارفه انه ده خليه نائمه وبيتحرك طبقا لولائه الفكري والايديولوجي لتنظيم الاخوان. فهنا هل الاجهزه المعنيه الامنيه المعنيه واجب عليها انها يعني تلفت نظر من هو مسؤول عن قبول اوراق الترشح او ما شابه، ولا ده مش دور الامن؟ والله هقول لسيادتك حاجه، احنا بلا شك كل واحد يتقدم اكيد في اجهزه معلومات، يعني انا ما اعرفش ايه الاليه بالظبط التي تتم، لكن في اجهزه معلومات بتجيب زي تحريات كامله عن بعض الشخصيات المتقدمه للانتخاب، تمام؟ احنا بنراهن كمان ان الانتخابات القادمه دي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحدث فيها تزويد، خلينا متفقين على قاعده اصوليه. الشق الاخر ان احنا لما بيبقى فيه للمعلومات لدى اجهزه الامن بان هذا الشخص هيكون له ميول او عنده ميول اصلا يعني متطرفه ايا كان الشكل، ما عنديش قانون لمنعه، ما عنديش قانون لمنعه. لا لا استني، مظله قانونيه وتشريعيه. لا لا هنا هو اصلا ما بناخدش المعلومات. طب اسمح لي بس احقق المساله ده استاذ. ما هو لو ثبت ان هو عنده ميول لتنظيم الاخوان الدوله بتعتبر تنظيم الاخوان تنظيم ارهابي، اصبح الدوله. لا واحنا لو احنا بنتكلم على قانون الكيانات الارهابيه، لا التنظيم نفسه طبعا جملة كده الدولة تعتبره تنظيم ارهابي. هل حد رسمي عنده معلومة انه فعل هذا القانون؟ فعل. انا عشان تبقى من ضمن الحاجات اللي انا مستغرب لها يعني. لكن انا هقول لك حاجة بقى يعني اوضح، تمام؟ جميع من تقدم بالملف الخاص له في انه يتقدم الانتخابات اتخيل انه ماهوش علوش اي غبار قانوني اطلاقا، عشان نبقى متفقين. ولو وجدت بعض المعلومات بتبقى المعلومات غير مؤكده. انا مش هقدر اقول ان الشخصيه اللي جايه دي ضعيفه، ممكن تتحور في لحظه من اللحظات وتباع وتشترى باكثر من طريقه، ما ينفعش، تمام؟ لكن الواضح ان في شخصيات متقدمه بهذه الكيفيه. احنا كنا نعلم ان في بعض احزاب كانت تتقدم في المرات السابقه وكانت اول ما تخش المجلس وتبقى مستقله تتحول للحزب الوطني. وكتير لانه عارف ان هو يتحول حزب الوطني هيبقى عنده استمراريه، هيستمر على هذا المنوال وهيبقى موجود. عشان كده احنا بنقول ان هذا المجلس هيبقى كاشف لبعض الشخصيات، وتخيل هيتم التعامل معها برضه بالقانون. بس بعد ايه؟ بعد فات الاوان. ما هو اصبح ما هو انت يعني لا لا الحصان ما تستطيع، لا يستطيع انسان اطلاقا ان يحاسب انسان الا بفعل مادي، وهذا الفعل المادي لن يستقيم اطلاقا ولن يتواجد بناء على معلومه تقبل الخطا وتقبل الصواب، تمام؟ وان كنا هنبقى في جزء متاكد، لكن اعتقد ان هو لما يكون في المجلس هيبقى اكثر تاثرا بالجو المحيط ليه، لانه هيبقى اندر سبوت او يعني محطوط تحت تركيز اعلى. انا مش قلقان على فكره من دي خالص. انا ممكن اعول على شيء اخر بالنسبه للجهات الامنيه، هي الكشف عن هذه الشخصيات اذا ما توفرت معلومات أكيد. مؤكده. اكيد اذا كنت انا مش هقدر اتعامل بالمنع لان ما فيش حاجه مباشره، لكن التوعيه اقدر ان انا بلا شك استطيع. هنا بقى اللي هنا الجزء الاخر، الشق الاخر اللي انا بقول عليه، ان برضو المواطن ليس له عندوش القدره او الثقافه الخاصه الاعلام بالمعلومات، ما عندوش ثقافه ما عندوش الثقافه بالاختيار. يعني انا هقول لسيادتك حاجه، يعني قدره بعض المحترفين للانتخابات في ان هم يعني ياخدوا اصوات لضعف ثقافه المواطن اللي بيحط يعني الصوت. اكيد بلا شك هو بيعرف يصطاده او بيعرف يجيبه لاتجاهه، بيبقى اساليب سهله جدا. وما ينفعش اطلاقا ان اجهزه الاعلام انها توعي في فتره قصيره جدا انها تقول لهم بقى ايه اختاروا بهذه الاليه وهذه الكيفيه، ده احنا عايزين وقت زمن فتره طويله علشان نعيد الثقافه مره اخرى للمواطن في اختياراته. ودي اللي احنا الاليه اللي انا بقول ان انا عشان كده شر لابد منه، يعني انا لابد ان لازم نعدي بالاستحقاق الثالث. طيب وعلى فكره الامن في هذا الموضوع لان دور كبير جدا هقوله فيما بعد، لان الوقت بيجري جدا وعايزين نرجع للملف الامني. قبل ما الوقت يخلص حضرتك خدتنا في المساحه التحليل السياسي، ايه اللي مجهزاه وزاره الداخليه؟ طبعا دي مش اول مره الدوله تمر بمثل هذا الاستحقاق الانتخابي بلا شك، سبقوا انتخابات رئاسيه واستفتاء على الدستور، ويعني الاجهزه المعنيه قدمت نموذج رائع في تامين هذه المراحل
تصويتية أو الاستحقاقات الانتخابية. التجربة الثالثة دي أعتقد أن الأجهزة خلاص يعني تمرست على هذه المسألة وجربتها بدل مرة واثنين وثلاثة. هل المسألة هتكون شبيهة بما سبق ولا دي لازم يكون لها استعداد خاص أمني؟ طبعا في بيزك كده، في حاجات أساسية ما بنقدرش نغيرها، يعني في ملامح أو بلان بيبقى موجود قبل كده هو ده اللي بيتكرر في كل حاجة، تمام؟ لكن الفكرة هي اللي بتتغير، يعني هي القواعد متغيرش لكن الفكرة في استراتيجية التأمين بتتغير من كل حالة لأخرى. يعني النهاردة أقدر أقول لك إن مش هيبقى فيه تزوير، فبالتالي أنت هتشتغل بآلية أخرى خالص. يعني هقول لك حاجة تانية مهمة جدا، إن أنت ابتديت تاخد شق حتى الاختيار ليهم بالنسبة لل 14 محافظة في المرحلة الأولى. لو أنت بصيتهم واخدين جزء يبدأ من الصعيد لغاية اسكندرية، لكن الشق اللي يعتبر الغربي، تمام؟ فأنت بتتوزع قواتك بآلية أعتقد فيها إريحية شوية، كويس؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ودي مهمة، كان أعتقد إن في تنسيق قوي جدا في عملية الاختيار ده ما بين الأمن وبين، لأنه عمل فترة الأولى والمرحلة الثانية. إذا عندك استعداد، إذا أنا لما أجي أقسم التأمين، وده الجديد يعني اللي هو المرحلة التي تسبق الانتخابات ثم وضع الانتخابات في نفسه ثم الانتهاء من الانتخاب، دي ثلاث مراحل لابد تحطه في الاعتبار. محطوط في الاعتبار كويس جدا جدا إن أنت بتأمن القاضي وبتأمن المكان وبتأمن العمق بتاع الفكرة، يعني بتاع الانتخابات، انه ممكن في حد بيفكر ان هو يفسد الانتخابات او يقوم بمنع مثلا طائفه معينه او فئه معينه سواء المسيحيين او ايا كان بطريقه اخرى، اليات يعني عشان العصبيات. فانت بتراعي حتى كمان فترات الصمت اللي هي الانتخابي اللي هي بيفترض ان انت ما حد يتوقف فيها الدعايه خالص يعني. فانت المراقبه دي كلها فيها، انا شايف انه في خطه معموله جميله جدا، وشايف ان هو اعتقد ان وزير الداخلية مع المهتمين بهذا العمل ويمكن بتنسيق قوي جدا من القوات المسلحة، ان في توزيع للقوات بطريقة فيها فكر، يعني مش قصة انا احط قوات وعدد معين في كل لجنة، لا، عملية معقدة جدا عشان نبقى عارفين ازاي تستطيع ان انت تقوم بعملية نقل لوجيسكي بطريقة فيها إريحية، بحيث لو طلبوا دعم في أي لحظة تقدر تنقل القوات. وعلى فكرة كنت أتحدث على هذا الموضوع لأن خبرة المصريين اتضح أنها قوية جدا، رغم أن احنا دايما نسيء للأمن يعني. لأن أنا لما شفت بعض المشاكل في بعض الدول، لا، مصر قوية جدا في عملية التأمينات. ليه بس دايما الإساءة للأمن؟ لا، في بعض يقول لك لا الأمن ضعيف يعني في مواقف كتيرة. يعني أنا كنت أتحدى ان انا كان مثلا لما تحصل مظاهرات في جامعة القاهرة، انت عارف لو حصل خطأ بسيط جدا من الامن وتسربت هذه المظاهرات بطريقة او اخرى بكيفية معينة، ممكن عدد الوفيات او العدد يبقى كبير جدا. لكن لان الامن بيعتمد على الحس الامني وعلى دراساته القديمة والخبرات المتراكمة بالنسبة له، فيقدر يقفل بطريقة، وعنده حس يقفل منين ويمنع منين، وده اللي هيحصل. علاوة على ان في بقى يعني تطور يعني تكنولوجي شوية في استيراد بعض أنظمة معينة خاصة بعملية التصوير عن اللجان كلها وربطها بطريقة وآلية معينة، بحيث انها يساعد برضو اللجنة العليا للانتخابات، ويساعد برضو في اننا عندنا في لجان فرعية كثيرة وبتحتاج مجهود لنقل الناس، فلما تبقى في وسيلة اتصال قوية بين هذه الدوائر وبعضها بلا شك هيكون لي ناتج أمني جيد. يعني أقرب حاجة بتهم الناخب هو تأمين المقر الانتخابي عشان هو ينزل بأمان يدلي. هقول لك يعني أكيد بلا شك هو احنا الترويع أو اللي هيحصل، خلينا نتكلم على قصة. يعني لما أجي أأمن مكان لابد أأمن عمقه، لأن عمقه أحيانا يجيب تأثير عكسي. بمعنى يعني أنا لو قدرنا قصة المؤتمر الاقتصادي مثلا، ده الاقتصادي ما كانش ينفع ان يحصل فيه تفجير مثلا في حته بعيده في القاهره، رغم ان ده كان في شرم الشيخ، ده بيبقى ليه مردود يعني، وهو ده اللي بيحصل. وعشان كده مش معنى اطلاقا ان هو هيتم تامين الـ الانتخابات في ال 14 محافظه تترك المحافظات الاخرى،
اطلاقا. لا الخطه يعني الخطه الامنيه شامله لربوع شامله كله كله، بحيث ان يبقى في عمليه ايه في منطقه الف وب وج في الملتهى بقى اللي هي تعتبر يعني مورد صداع، يعني في صداع ممكن يبقى قادم منها. انا اتمنى واعتقد ان شاء الله ربنا هيكرمنا، اتمنى ان يعني تمر الفترة الأولانية دي اللي هتدي برضو بلا شك مردود. حجم المعلومات المتوفرة لدى الأمن بيلعب دور مهم جدا في خطة التأمين. يعني بص أقول لسيادتك حاجة، معرفش نسميه بقى استخباراتي أو لا، بص أقول لسيادتك حاجة، بمعنى إنه بيتوفر عنده معلومات أمنية حول التنظيمات الإرهابية. هقول لسيادتك حاجة، تفجير في معلومات أو في معلومات وكل من قرب لأي استحقاق على مدى الاستحقاقات السابقة كنا نعلم إن هيحدث فيها بعض الأمور، لكن اللي بينفذ على أرض الواقع مع قصة الأعمال الاستباقية، يعني أنت هتجد إن خلال الفترة القادمة هتجد أكمنة كثيرة في الشارع مثلا، هتجد في أعمال استباقية وهيتم ضبط بعض الخلايا خلايا الأعمال الاستباقية، هتلاقي حملات مستمرة. ليه؟ لأن ده نتيجة الاستعلام. المعلومات تحت يعني تحدث من مين؟ في أجهزة معلومات تتبع للأمن الوطني، للمباحث الجنائية، المعلومات تتدفق لوزارة الداخلية أو لأجهزة المخابرات العامة أو الحربية، دول بلا شك في تحليل ليها يعني، وبيتم التعامل معها بمنتهى الدقة. الأهم من ذلك إن احنا حاطين في اعتبارنا إن أنت برضو عندك حتة توقع، بلا شك في بعض دلالات معينة أو في بعض عصبيات في بعض المناطق، وخاصة إن احنا ماسكين مثلا المرحلة الأولى الصعيد كله، يبدأ من الصعيد وتنتهي بإسكندرية، واخد كل الشق بتاع المطروح والبحيرة، واخد الجزء ده في المرحلة الأولانية. العصبيات بقى بتبقى زيادة قوي في المناطق بالذات اللي هي الصعيد. خش على القاهرة والقلوبية في المرحلة الثانية وطرق الشرق، بتبقى أنت كمان ابتديت تبقى في تناغم حتى في ملف الأمن بالنسبة لك في التعامل مع هذه الأمور. أنا أتخيل إن المرحلة الأولى أعتقد إنها أسهل بكثير من المرحلة الثانية، بغض النظر إن دي 13 محافظة ودول 14 محافظة، لكن إحساسي كده إحساسي، وده برضه للشارك جيد. زي ما تلعب ماتش كوره اقول لك العب الماتش الاولاني على ارضي ولا العب بره واجي اعوض هنا، هو نفس القصه. وعلى فكره الامن حرفه، ما مش عايزين ننكر دي، وفي في مصر فيها ناس كوادر عاليه جدا حتى وقتنا هذا عندهم القدره، والضباط بصراحه رغم ما يساق في بعض المواقع الالكترونيه او يقال في بعض الامور اللي هي تحاول بقدر الامكان تشكك في اجهزه الامن، زي ما طلع مطلع مقطع في فيديو كده غريب خلال الفتره اللي فاتت دي، واعتقد ان ده بقى له فتره طويله بس جابوه في الوقت ده، ليه؟ عشان يعملوا التشكيك. الضباط عندها يعني زي ما نقول قناعة قوية جدا انه لازم نمر بهذا الاستحقاق بيسر وسهولة جامدة جدا، وعشان كده هو بياخدوا على عاتقهم هذه الامور وبيحطوها في نص عينهم ان لابد نعدي بلازم. اشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء، انا سعدت بيكم جدا يعني، وعايز اقول حاجة اخرانية عشان ايه ما نضيعش الفرصة دي. انا بحس ان فعلا مصر فعلا محتاجة ان احنا كلنا نتكاتف، اجهزة اعلام كلنا، علشان نمر بهذا التحقق، وعشان كده هنعديه ان شاء الله باذن بكل خير باذن الله وربنا يحفظنا. شكرا جزيلا سيادة أشرف أمين المتخصص في شؤون تعلق عليه الكثير الحقيقه من الامال في وقت حرج، لكن يجب ان يتجه الجميع لانجاح هذا الاستحقاق الثالث والاخير من تاريخ الوطن. اشكرك جزيل الشكر سياده اللواء، نشكر حضرتكم على المتابعه في من القاهره، غدا فريق عمل اخر، الى اللقاء. Gracias.